كردستان في مختلف مدن إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم ومختلف دول العالم. وفي هذا الإطار نظم المئات من أهالي كركوك صباح اليوم اعتصامات ووقفات احتجاج للتنديد بجرائم إرهابي داعش بحق كوباني وأهلها. وطالب المشاركون في الاعتصام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والتحالف الدولي بعدم فتح المجال بتكرار مجزرة شنغال في كوباني، مبدين استعدادهم لدعم كوباني، كما طالبوا بإرسال مساعدات عاجلة إلى مدينة كوباني المحاصرة. نحن نضم صوتنا إلى صوت جماهير كركوك وخاصة المنظمات الجماهيرية في كركوك بإدانة ما يجري في كوباني. هذه المدينة محاصرة وفيها معركة عنيفة تجري، الذين يحاربون أكبر قوى شرسة ظلامية إرهابية في العالم اليوم يحاربونهم بأسلحة خفيفة. هم بحاجة إلى دعم دولي، لا يكفي القصف الدولي، يجب أن يكون هناك تدخل سريع. هذه من الناحية العسكرية، أما من الناحية الإنسانية فهؤلاء بحاجة إلى نجدة سريعة. حقيقة لحد الآن الدعم الذي وصل مخجل، وفي مرأة ومسمع العالم كله إنما يعني ربما ولا سمح الله يعاد في كوباني ما حدث في سنجار. لذلك ومن هنا نطلب من تركيا الجارة أن تفتح حدودها بوجه الآلاف من النازحين الذين ليس لديهم مخرج آخر غير تركيا، يهربون إليها خوفا من بطش داعش، نقصد بها هنا المدنيين، وأيضا السماح بدخول الأسلحة وبدخول المساعدات لإنقاذ هذه المدينة. هنا علينا أن نشكر موقف الرئيس فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الذي أدان وبشدة ما يجري في كوباني، وطالب المجتمع الدولي الولايات المتحدة على رأس التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأيضا الأمم المتحدة بالدرجة الأولى يتحمل المسؤولية في إنقاذ هذه المدينة وإنقاذ أرواح المدينة. وأيضا من هنا باسم مدينة كركوك نحيي البيشمركة الأبطال والمقاتلين الأبطال رجالا ونساء، النساء الذي رفعوا رأس المرأة الكردية في كوباني يحاربون قوى داعش الظلامية. وإن شاء الله النصر لكوباني، للشعب الكردي في كوباني، وإن شاء الله المنظمات الدولية والتحالف الدولي يسمعون نداءاتنا المتكررة. ولا تنسى أننا ذكرنا قبل قليل أننا في مجلس النواب العراقي كنواب كرد من كل المكونات أصدرنا بيان، بل أدلينا ببيان داخل قبة البرلمان حول كوباني، وطالبنا المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ كوباني. وقبل أيام أيضا وجهنا نداء استغاثة لكوباني وإنقاذ هذه المدينة. من جانبه وجه كوسترة رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني